السلام عليكم إخوان الأخوات متتبعي قناة بوزيتيف غوت. فيديو جديد ليومه الجمعة، تقبل الله صلاتكم ودعاءكم بمزيد من الغفران، وجمعة مباركة للجميع. قبل ما ندخل في الموضوع ديالنا، كما كتشوفوا حالة الطقس، الجو غائم وكطيح بعض الأمطار خفيفة الآن، ودرجة الحرارة الآن اللي كاينة 19 درجة، والليلة الجاية يعني الليلة ديال ما بين الجمعة للسبت غتكون 9 ديال الدرجات، غيبرد الحال شوية. كما شفتوا في العنوان الفيديو ديالنا، غنتكلموا فيه على لي زالوكاسيون فاميليال، فلوس ديال الدراري، التعويضات العائلية. بزاف ديال الإخوان والأخوات اللي كيجيو بالبيرمي دو ترافاي كيسولوني، تيقول لي وقتاش غيخلصوني على الأطفال ديالي، على ولادي. ملي كتجي بالبيرمي دو ترافاي ما كتخلصش على الولاد على من بعد 18 شهر، يعني الا عندك بيرمي دو ترافاي في عامين غادي يخلصوك غير 6 شهور، الا عندك ملي غتكمل ديك عامين، ملي ولا عندك فيه 3 سنين غتخلص عام و 6 شهور، لان 18 شهر الاولى ما كيخلصوكش فيها. ملي كتجيب اول مره خصك تدوز 18 شهر، وملي كتكمل 18 شهر عاد كيتسرح لك ديك الساعه الخلاص ديال الدراري. بزاف الاخوان تيقولوا واش تيديروا لنا غابيل، واش كاين واحد الغابيل، يعني واش هذيك 18 شهر اللي ما تخلصناش فيها واش غادي يجمعوها لينا، ومنين نكملوا 18 شهر واش غادي يخلصونا فيها؟ لا، ما كيخلصوكش فيها. كما قلت لكم 18 شهر هذه خارجه على الحساب. ملي كتكمل 18 شهر وكتدخل في شهر 19، شهر 19 كتخلص على الاطفال ديالك. نتمنى ان هذه المعلومه تكون نالت الاعجاب ديالكم وتكون فاتكم. ما نطولوش بزاف باش ما يكونش واحد الملل، خير الكلام ما قل ودل. وكما كتشوفوا هذا اللي ورانا هو المسرح انفيتياتر ديال تروا ريفير، هذا الانفيتياتر. يلا ما نطولش عليكم اكثر من هذا الشيء. وانتم كما كتشوفوا هذه السيده هذه راه دايره مظله، يعني راه كاين واحد الامطار خفيفه كتنزل الان. يلا ما نطولش عليكم اكثر من هذا الشيء، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر بحول الله. السلام عليكم.